السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوه والاخوات داخل الجزائر والاخوه اللي موجودين في الخارج الموضوع الثاني اليوم هو حول العصبيه والانتخابات الرئاسيه في الجزائر اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش وفي هذا الحوار المفتوح بامكانهم هو انه فقط يطلبوا الاضافه ومره على مره ان شاء الله ندخل واحد من خاوتنا الجزائريين والجزائريات باش نثريه معا هذا النقاش حتى باش تكون ان شاء الله الفائده للجميع علاش العصبيه في الجزائر لمرشح يعني مش بالضروره هو انه نسمي الاسماء واذا كان ولا بد ان نسمي الاسماء معليش المهم لماذا العصبيه ما هي الاسباب اللي تخلي هذا المواطن الجزائري يتعصب لشخص على حساب الجزائر يعني حتى ولو كان هذه الجزائر رايحه للواد هو يتعصب لمرشح معين لماذا ما تمشيش الناس مثلا قال وفق البرامج او قال مثلا اختيار الشخص المناسب للمرحله المناسبه لماذا ما تمشيش الناس من اجل المصلحه نتاع البلاد وتغلب الناس المصلحه العامه حتى باش تكون المنفعه للجميع والناس تروح تمشي مع مرشح معين وتعميها العصبيه سواء كانت العصبيه يعني قال مثلا تعلق الامر قال مثلا بمذهب معين او قال مثلا تعميه العصبيه لمرشح معين لانه راهو تابع للحزب نتاعو او تعميه العصبيه لانه المرشح ابن القبيله نتاعه او ابن المنطقه نتاعو لماذا هذا المرشح ما يغلبش هو المصلحة العامة ويصير هو أنه يمشي وراء مرشح على حساب المصلحة العامة نتاع البلاد إذا النقاش راهو مفتوح وعليكم السلام ورحمة الله جميع الإخوة آه إن شاء الله نفتح لكم النقاش ومرحبا بكم معنا كلكم نبدأ بخونا هذا حسان فلاني ونشوفه ترى إذا كان هذا خونا حسان النقاش راه مفتوح للجميع دون اقصاء اي واحد من الاخوه والاخوات يحب يجي يشارك معنا مرحبا به شريطته هو انه يلتزم فقط بالأدب تاع الحوار ويلتزم بالموضوع ومرحبا به ماذا بيني على جال باش نستفادو منكم جميعا صحيح جلال واش كاش قليا كاش مقروط كاش مبرجه كاش والله غير هكذاك برك مسقط الراس وعليكم السلام الاخ محمد للاسف الشديد الاخ هذا ما قدرش يطلع ربما عنده مشكله في الخط نتاعو ونشوفوا ترى مع هذا الاخ امين المهم الاخوه والاخوات المشاركه يعني راها متاحه للجميع فقط هو ان الانسان يشارك عن طريق الهاتف مرحبا بك الاخ امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف لاباس حوالكم الحمد لله نتكلم راك تكلم فينا الاخ امين آه من برج منايل ولايه بوملتاس مرحبا بك الاخ امين تفضل في الموضوع الموضوع آه هو حول آه العصبيه في الجزائر والانتخابات الرئاسيه هذه سواء 2019 آه ولا واحده اخرى مهم لماذا الناس تتعصب آه لمرشح على حساب الجزائر انا آه، نقول الانتخابات في الجزائر انتخابات مغلقه وكاين عصابه هما اللي حدوا الانتخابات ماشي صندوق الانتخابات وهذا المترشحين اللي راهم مرشحين تفضل نشوف مع اخونا هذا بلال. مهم الاخوه والاخوات اللي ما عندهم ما يقول غرسي بلاباني يضيع لنا الوقت. اخ بلال مرحبا بك. أك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل الاخ بلال في الموضوع نتاع العصبيه في الجزائر والانتخابات الرئاسيه، لماذا العصبيه في الجزائر؟ والله... العصبيه كي اللي يتعصب الشخص كي يتعصب القبيلة كي يتعصب ل... للحزب. ما انا نظن نظن على حسب رايي والله الانتخابات هذو نورمالمون الشعب ما مي يساهمش فيها انا كنت في البلاد انا نتكلم معك من بروكسل كنت في البلاد عندي الاثنين هذا وين روحت واحد ما السلام عليكم او بلال او عمو او عمو نور الدين السلام عليكم بس الحمد لله كنت في البلاد واحد لا يتكلم عن الانتخابات لا حدث يعني الناس غير عابئه الناس غير عابئه بما يجري الو نعم انا نسمع فيك الاخ بلال نفس العمل هنا في المطار في بروكسل عادوا اصدقائي تاعي المغاربه يقولوا لي واش راح درت الاستماره تاع تولي رئيس في الـ في الجزائر قلت لهم نو قلت لهم هبطت نشوف الاهل ولا الاقارب هذا ما كان. نرجع نكته والله رجعوها نكتة حق الله يا الاخ نور الدين والله اه الوليد راه يحب يقصر ايه واش انت ماكش مرشح انت ماكش مرشح للانتخابات ولا لا موش مرشح بلال <applause> <applause> لا ماهوش مرشح بلال ماهوش مرشح او مع باباه آه نحييك كذا ما نطولش عليك اذا ما عندك طفل حوس يرقد نحييك عرب عربي عربي آمين الاخ نور الدين شكرا للاخ بلال المهم في انتظار وانه يلتحقوا بنا اخوه اخرين الاخوه والاخوات الموضوع راه مفتوح حول الانتخابات الرئاسيه في الجزائر ولكن الموضوع تاع هو حول العصبيه لماذا العصبيه لماذا قال مثلا لماذا قال مثلا هذا الناس اللي هما يمشيو مع بوتفليقه عارفين باللي درك راهو بوتفليقه راهو مريض منتهي عارفينو باللي خلاص يعني حتى اذا كان فوتوه في هذه ما يسمى هذا بالعهد الخامسه ولكن هما مريحين رغم أنوفهم فيهم يعاودو يرجعو للشعب اذا لماذا هذا العصبيه لشخص هذا البوتفليقه لماذا بعض الناس يقولك باللي هذا بوتفليقه راهو دار المصالحه ودار الاستقرار ودار كذا ودار كذا ودار كذا مع أنه هو في المرحلة نتاع التسعينات كان يتفحفح في الخليج يعني والناس كلها على بالها وجابوه في سنة تسعة وتسعين بعد ما وصلوا للإنسداد مع زروال والجماعة المحيطة به لماذا هذا العصبية؟ واحد قال مثلا من الغرب هو يمشي على بوتفليقة على أساس أنه من الغرب وفي المقابل قال درك مثلا هذا واسمه هذا الجنرال غديري ولا يوم ناضل يعني سياسيا ومع ذلك تمشي معاه ناس قال هذا راهو عنده مشروع وهذا راه عنده كذا وتمشي معاه حتى كان الناس اللي راهم مستخدمينهم هذه الأغنية انت قال هذا هو من الشرق وتمشي معاه لماذا هذه العصبيه؟ لماذا انه الناس تمشي مع مرشح معين يعني لسبب من الاسباب؟ يا هل ترى هذا راجع للجهل؟ يا هل ترى راجع لانه هذا الناس عندهم خلل في العقيده؟ يا هل ترى هذا الناس عندهم شوفينيه فيما يتعلق بهذه الوطنيه الزائده؟ الى غير ذلك من المسائل اللي هي تتعلق بالانتخابات الرئاسيه، هل ترى هذا الناس هما راهم مع مرشح لصالح الوطن والا على حساب الوطن؟ الى غير ذلك من المسائل المهم كل مره على مره ان شاء الله نحاول نشارك أخونا واحد من الاخوه الاخ عبد الخالق. بالك لعل الله يفيدنا في هذا الموضوع. الانتظار هو انه يلتحق بنا الاخ عبد الخالق يبدو هو انه راه عنده عنده بالك في الخط تاع الانترنت وعليكم السلام الاخ سمير الاخ فريد مرحبا بك اخويا رواه وشارك معنا واعطي الراي تاعك فيما يتعلق بالموضوع هذا الاخ عبد الخالق للاسف الشديد راك فشلت في الصعود يبدو انه راهم دايرين لك نشوف ترى مع الاخ مراد بلاك راهم داري لك حاجز حاجز في الرياض <applause> قول الاخ عبد الخالق اخ مراد مرحبا بك اهلا اخويا السلام عليكم والله على بس الحمد لله ربي يبارك فيك الاخ مراد اخ مراد الموضوع تاعنا اليوم هو حول العصبيه في الجزائر يعني متعلقه الموضوع عارف. متعلق بالانتخابات الرئاسيه عارف. لماذا العصبيه؟ لا, لا والله نقول لك صراحه ما كانش العصبيه في الجزائر يعني ما ما كانش العصبيه في الجزائر منذ 60 نعم يبدو ان الاخ مراد راهو اما يقول لك راهو التزكيه برك اما نقول لك العصبيه ما كاش كل الانتخابات جينا كما بوتفليقه ولا قبل بوتفليقه شادلي شادلي جا وحده جاء وحده انا نشفى شادلي تخبنا على شادلي وحده في القائمه 99.99 99 99 تاخذ نعم لي شادلي بن جديد ومن بعد جينا في 95 95 دائما المرشح تاع السيستم هو اللي ينجح يجيب مع عايش يجيب معاه الاعلام والامن والمال سمعت هذا اللي تبخل لي, لي مع بوتفليقه واش عندهم الحق كيما غول ويحيى عنده مصالح سمعت من التسعينات من 92 إلى يومنا هذا هما يوم ما ياكلوا على بالي يوم اللي كان نروح بوتفليقة ليجي ها أنا نقول صراحة هو بوتفليقة هو البريزيدان هو رئيس الجمهورية ما علاش نحكيو على الأمر ما على الأمر الأخ الجاء وقلت قلت العصبية العصبية في الجزائر ما كانش العصبية أنا من عندي ما كانش العصبية في الجزائر ما كانش عندي باك دا اوبال سمعت باش كنشوفه ما كانش دي تاز هكذا سوسيولوجيك نفهموا علاش ما كانش ما عندنا والو في الجزائر سيتي سوسيتي اونفلوبي هذا ما كانش العصبيه الناس وصلت له كراسه الضرب في بعضها الناس اللي في البرلمان وفي ال... في الوراسي هذاك في المومو هذاك اللي جاوا ينحيو بالخادم ولا في المومو هذاك اللي حبوا يعاودوا يرجعوا الناس اللي حقت الضرب في بعضها بالكراسه لحقت الناس المستوى تقول لي انت عصبيه ما كانش هذا اللي... قالوا لهم قالوا آه قالوا لهم قالوا لهم باللي سمعت المخاب سمعت قال لهم انا شفت في التسعينات في 91 المرشحين لا في بجايه هم بجاويين وخرجوا انا شفت في التسعينات ليسوا بجاويين وخرجوا في الصيف ليسوا صيفيه ما همش صيفيه اصلا واحد من جا من مسيله اي ماشي بالضروره ذيك ماشي بالضروره ذيك <applause> دوك انت قال لك مثلا واحد ماهوش من بجايه وخرج في الانتخابات ومن بعد والله راهو في سطيف <applause> وخرج من ماهوش من سطيف وخرج من الانتخابات ومن بعد ماهوش هذا الموضوع ماهوش <applause> مشكل موضوع في العصبيه <applause> هو انه الانسان يتعصب فهمت يتعصب دوك قال مثلا الراي نتاعو هو راهو الراي نتاعو خاطئ فهمت راي نتاعو خاطئ ولكن يتعصب للراي نتاعو دوك كنت مثلا الانسان هذا اللي عنده عقل وراه هو قال مثلا يغلب المصلحه العامه نتاع البلاد مشيت في الطريق انا مشيت في, في الطريق قال دوك مثلا انا كنت نشوف مثلا شخص معين او جهه معينه كنت نشوف فيه باللي هو الراي السديد وهو الراي الصالح شوف فيه ومشيت معاه واتضح لي فيما بعد هذاك الشخص هلا هذاك الشخص والله هذيك الجهة الرأي هذاك ما هوش هو صحيح يا خويا أنا ما نمشيش معاه ما نمشيش معاه لكن هو أنك أنت تستمر وتحاول هو أنك أنت كل مرة منين ما ظهرت باللي راك كاذب منين مرة كل مرة منين ما ظهرت أنت باللي راك خاطئ هذاك الشخص يزيد هو يمشي ويزيد يتصلب ولو أن انه البلاد رايحه للواد وهو رايح مكمل في التعصب تعصب انسان هو يتعصب الشخص يتعصب الجهه يتعصب المنطقه يتعصب المذهب فهمت <applause> على حساب الحقيقه على حساب المصلحه العامه نتاع البلاد مش بالضروره الفرق فرق بين هو انه تسمى لما يحكي الانسان على العصبيه والجهويه ما نحكي على الجهويه رانا نحكيو على العصبيه هو انه انسان يتنرفع لانه كلمه عصبيه منين جايه مرتبطه بالاعصاب هو انه انسان راهو على حساب الحقيقه على حساب المصلحه نتاع البلاد وهو يتعصب راك تشوف انت يا يمشي مع واحد يتهم ناس اخرين قال بلي هذو عملاء للخارج على اساس واش على اساس واش عملاء الخارج وفي المقابل بتفليقه حاطينه في, في, في راهو خلاص منتهي وهو هو المنقذ نتاع البلاد وهو اللي راه راح يخرج البلاد والبلاد راه راح تولي كاليفورنيا ولماذا وال... هذا التعصب لماذا تو واحد دوك مثلا قال انا راني نشوف روحي باللي خلاص اودي يكون منطقي كون موضوعي يعني يمشي انت مع الحق انا لما يكون يمشي مع الحق نشوف روحي باللي راني غالط كنت نمشي في الطريق وقال انا راني غالط راني مثلا بنيت انا أه التحليل تاعي والله المعلومات تاعي كانت أه ضعيفه والله كانت ناقصه وظهر لي الحق يا خويا ننتحي للحق نمشي مع الحق فهمت نمشي مع الحق اما هو انك انت تتعصب على شخص تتعصب الشخص او تتعصب الحزب على حساب الحقيقه على حساب المصلحه نتاع البلاد هذه مش خدمه كاينه اسباب اللي هي تخلي الانسان هذا يتعصب لماذا لماذا يا ترى جهل يا ترى مرض مرض نفسي يا هل ترى خلل في العقيدة يا هل ترى عدم معرفة بالتاريخ عدم معرفة بالسياسة عدم معرفة بما راه رايح حل بالجزائر ما هي الأسباب اللي تخلي هو الإنسان يتعصب يا هل ترى المصلحة الإنسان تخلي هو أنه كما يقولوا في البلاد على كرشه يخلي عرشه إلى غير ذلك ما هي الأسباب اللي تخلي هذا المواطن الجزائري اللي هو يؤثر شخص على حساب المصلحة نتاع البلاد يؤثر جهة على حساب المصلحة نتاع البلاد لماذا؟ اولا لماذا؟ لان كاين فراغ فراغ في الجزائر فراغ ثقافي فراغ ثقافي على بالك احنا الشعب ما نقراوش ما نقراوش الكتب الشعب ما نحوسوش ما خرجناش ما شفناش العالم ما روحناش من بل الدول العربية ما يقول لك الاشقاء وكل شيء نشوفوا نبدلوا شفت في فرنسا في فرنسا عندهم اكثر من 70 جنسيه اكثر من 70 جنسيه ومعيشين لبس لاباس عليهم كاين يتحاوروا حنا مالاش موالفين نتحاوروا حنا سمعت عايشك من 62 الى يومنا هذا الكوديتا الكوديتا ما كانش الحوار في الجزائر ما كانش ما نقدوش نتحاوروا هكذا نص ساعه نقعد نص ساعه بدون تخوين بدون سمعت اذا قعدت مع واحد في عمره 60 سنه يعني انت 50 سنه هو 60 سنه لازم 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 تحترمو تحترمو كيفاش تحترمو تحترمو ما دار دل... والو هو تعرف بالك بستين سنه هو حريمي. آه سمعت سكير وسراق ومنافق وكل شيء ولكن المجتمع يفرض عليك باللي آه هو كبير آه لازم تحترمو كبير الاحترام هذا تسميريت تسميريت حنا في الجزائر كان فراغ فراغ ثقافي فراغ سياسي فراغ اقتصادي فراغ رهيب سمعت في الجزائر كاين رانا عايشين في العدم رانا عايشين في العدم او الحكم هذا خدم سمعت خدم اكثر واش كانت في فرنسا انا ما قدرتش تحطم الجزائر ما قدرتش تحطم الجزائر فرنسا عاشت 132 سنه انا في الجزائر ما قدرتش تحطم العائله تحطم العائله فهنا الحكم هذا حطم العائله وحطم الجا انا نقولك واش نقول اراد الاعتبار للراجل هنا في الجزائر دوكا راجل ما عندوش قيمه هنا ما كانش قيمة سمعت ما عندوش قيمه الحكم هذا يا اخي يا اخي يا اخي العزيز او حطمنا 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 باتم المعنى الكلمه واش نقول لك انا ربي ستر ربي وستار. سمعت ربي وستر دوك الجزائريين وماشي ماشي اكثر من 25 سنه مساكن ما اللور اللي هذو ما يعرفوش فرنسا ما يعرفوش فرنسا اللي تقع فرنسا ما يعرفوش فرنسا واش دارت فرنسا في الجزائر ما يعرفوش ما قرا ما ما لنا شنو واش يعرف فرنسا يعرف حنا داس يعرف اديداس يعرف ما على باليش انا انت لما مثلا هذا يشري فرنسا انك هذا من اللي تزيد وانت تربي فيه جبت له ماركه جبت له آه ما على باليش انا اديداس جبت له سروال نتاع اديداس وجبت له إنت شوميز تاع اديداس ويكبر هو مع الحطات وهذيك من الحطات هذيك من بعد نهار تسقسيها التاريخ تلقى ربي يجيب وشعر فرصه يعني بدون, معرفة وش بدون معرفه التاريخ سمعت انا المشكله انا النخبه تاعنا النخبه ليه... اللي اللي زون فاي النخبه يعني ليليت الجيريان زون فاي عاش كيخ والد واحد آه والله نقول يعني انا شفت آه ما آه استاذ جامعي استاذ جامعي يقولك لك يقول لك سيسي ماشي استاذ جامعي استاذ دكتور في فقه المقارن في الفقه المقارن اسمعني آه في الفقه المقارن يجي لتلفزة ويقول لك بعثور بك سيدنا موسى كما سيدنا موسى ينقذ الشعب الجزائري من من رئيس شرعي جاب الانتخابات انا مانيش إخواني انا مانيش اخواني انا انا علماني. علماني ولكن مع الحق كما قلت انت مع الحق هذا هو انتخابات. الانسان الموضوعي الموضوعي ما تلقاش متعصب متعصب إيه؟ هو الانسان اللي راهو ضد المنطق ضد العقل فهمت انسان متعصب تلقاه ضد المنطق ضد العقل هو حمراء هو يقول لك نو no, بيضاء هي بيضاء هو يقول لك نو no, حمراء كما يقولوا في في البلاد نتاعنا في شمو يقول لك معزه ولا طارت فهمت يعني المنطق هذاك بالك لو درك تعرف المثل هذاك تاع ما مع... نعرفو نعرفو ايوا هذه انا هذه هي هذه هي انت قال لك قال له اسمه ربما كاين بعض الشباب اللي ما يعرفوش هذا المثل هذا زوج تلاقا وشافوا حاجه كحله حاجه سودة من البعيد هذاك هذاك يقول له غراب وهذاك يقول له معزه يا ودي يقول له غراب هذاك يقول لي يا ودي معزه يقعدين في التغننت هذيك هذاك يقول له معزه والاخر يقول له غراب ذاك يقول له معزه والاخر يقول له غراب طار المعزه ما طيرش الغراب طار قال له سبحان الله راني قلت لك باللي غراب قال له ما كانش منها قلت لك معزه قال له سبحان الله سيدي الغراب غراب يطيح عليها المعزه طير طار هذه هي هذا هو المنطق اللي راه يمشي تضرك انسان هذا اللي راه منطقي انسان اللي عنده عقل الانسان اللي راه يفكر في المصلحه التالية. هذه شوف في شخص نتاع ولا منطقه ولا جهه قالها هو موضوع معين انا راني شفت باللي الموضوع هذاك ما راهوش ها هو دوك مثلا غير موضوع تاع المصالحه هذا وين راه المصالح وين هي انا عندي 18 سنه تروح تطلب انت جواز سفر تاعك ما تديش وين راه مش المصالحه اي مصالحه هذيك تحكي عليها احمد طالب الإبراهيمي طالع هابط عاطيل له باسبور ديبلوما دبلوماسي وراه يدي في لابار تاعو من العمله الصعبه محمد سعيد هذاك عينوه وزير في معاهم في الوسمو وانا محروم من 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 الدخول نتاع 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 البلاد مصالحه مع مص... من واش من مصالحه واش من شعب داروها هذا لما تشوف انت دركا صحفيين يدخلوا السجون على الاراء تاعهم والناس تطعن تطعن في الدين تطعن في التاريخ تطعن في المدرسة تطعن في العقيدة وش من مصالحة وش من مصالحة انت ذكرك تشوف هذا راهو ها هو هذا كان معاهم في وقت من الأوقات ما كيف ما قلت أنا ما زال الخيط نتاع القبة عليك ما زال ما طارش من راسه البارح سمعنا باللي راح الجنازة هذيك تاع قنيزية منعوه لماذا؟ منعوه من اجل الالتقاء بشخصيات ثم ربما حتى يرسموا في الاذهان خطر كاين بعض القنوات اللي تستغل مثل هذه الاشياء قال هاو بعض ببعض الجنرالات وبعض الوزراء يعني انت حلال عليك أحلال عليك هو انك تلتقي مع الناس وهو انك أحلالي. انت ديفيلي فيلي وهو انك انت قالها جو شخصيات الفلانيه وانت تمررها انت حلال عليك اي مصالحه هذه فهمت والإنسان اللي أنت تشوف فيه سبحانك يا ربي، تشوف في ناس راهم إلى الآن في 2019 مازالهم يحكيو على المختطفين، تشوف شخصيات هاهم قال مثلا درك مثلا هذاك المغني ذاك النهار مثلا هذاك هواري نار والله داروا عليه الوسم القنوات الفضائية، الدنيا مشقلبة كذا، في المقابل هاك تشوف ها هو هذا الشخص هذا اللي مات هذا البرع هذا تعز الدين في هذا والله شوف أنا عمري لا سمعت الاسم نتاعو البارح قاعد نبحث والله غبك كاني مسكين شفت انا الحاله نتاعو يعني انسان زوالي مظلوم يحكي على المظلومين يحكي على المقهورين يحكي يحكي على الحقره يحكي على الغربه يحكي على كذا قلت انا سبحان الله تشوف يعني القنوات كيفاش وين راه المصالح ومع ذلك ابو المصالحه وابو كذا وابو كذا ولا كان رايحين مدين البلاد مدينها لما هذا هو التعصب التعصب في القمه نتاعو فهمت تلقى انت انسان والله انسانه تلقاه يضرب في الشيطان الدخان طالع الدخان الدخان داير حاله على حساب على حساب الحقيقه على دي فيني دي فيني انا نقول كنور ديني ما نحوس على المصالحة انا نحوس على المصالحه نتصالحوا قبل إيه إيه معاك باسكو قبل المصالحه لازم نتصالحوا اولا علاش حبسوا الانتخابات في 92 انا كنت جيتيزان اكتر انا ما كنتش متفرج ولا كنت في 16 سنه إيه كنت كنا هكذاك سمعت شاركت شاركت فوالا كنت مناظر سمعت المصارحة يقول لنا وراهم سوارد المال اللي سرقوهم الدوله والمال ب 92 يومنا هذا يقول لنا وراهم لا علاش قتلوا 250 الف وراهم 21000 الف مفقود علاش انت ما تخرجش للجزائر انت انا بزاف قالوا لي صحابي من السياسه لا علاش تهضر معاهم من ليكيب تاع طلب ابراهيمي وعلى بالك صحاب فرنسا وكل شيء فرنسا قلت انا اولا وليدي أولاً ميغل انا بويا ربي يرحمه قالوا لك علاش تهضر معاها قلت ما يعرفوش تاريخ لا لا دل... في وين في الشرطه لا ولا؟ في ما يعرفوش تاريخ لا ماشي في... ما شفت ما شرطة شرطة مازال ما تصلوش بيا يعني انا شرطة يعني عرفونا لنا عرفو المهم ما لكش ما والله عيطنا قلنا ما كان حتى مشكلة. ابغى نقول لك ماهيش مش مشكلة. المهم واش بغيت نقول لك ما يعرفوش تاريخ لا فيديراسيون دو فرونس يعني لي زيميغري كراس لي باش الثوره الجزائريه حكمت سبعة سنوات سمعت ما يعرفوش تاريخ سي داير اللي راحوا لفرنسا خلاص ننساهم وكل شيء الحكم هذا الحكم هذا يبدا يضرب يضرب ضعفاء. احنا الضعفاء احنا ضعفاء طلب ابراهيمي وكان مينيست وبليزير سمعت كما قلت انت هو طلع ويهبط انت سمعت وليد الشعب وليد طلب ابراهيمي كان خالف. حياته هو جزء من هذا النظام نعم والبورت فارول تاعه ولا هو جزء من هذا النظام لا شك في ذلك جزء من هذا النظام لا شك في ذلك فوالا آه آه انا ما عندي حتى علاقه به خل... انا ما عندي حتى علاقه به مشيت معاه في الوقت هذا مشيت معاه في, في الوقت هذا على اساس انه رفع شعار المصالحه انا تاع المصالحه أنا... أنا... انتهى, انتهى, انتهى الامر, الامر. آه. انتهى الامر انا رجال ري... المصالحه بوتفليقه جا دار ريكونسيليسيون كلانيك